امبارح كنت قاعد على البلكونه، وقعت علي بعكوكه كبيره، فاهم؟ ايوه فاهم، بس شو يعني بلكونه؟ مره ست بيت بتقول لجارتها: شايفه يا امي محمد، راح جوزي يجيب فاصوليا خبطته سياره ودوه على المستشفى. يا حرام، وشو عملتي بعدين؟ والله عملت بازيليا. في واحد هو ومرته ركبوا طيارة، فبقولها: يا مرة كوبي جيبي شاسة مي الله يخليكي. اتفضل يا ابو صلاح، اقول لك عطشان كثير كثير، جيبي كمان شاسة مي. ول مالك يا مرة، وين المي؟ والله يا ابو صلاح ما عرفتش اجيب، الزير الابيض اللي كنت اجيب لك منه قاعد عليه زلمه. كان زلمة على فراش الموت، فبقول لمرته: ابن محمد هون. أيوة هون يا أبو محمد. وابن مصطفى هون. أيوة هون يا أبو محمد. وابن الصغير أنس هون. أيوة يا أبو محمد. منشرين الدكان لحاله وقاعدين هون. رئيس البلدية نزل يتجول في البلد هو والسكرتير، دخل على دكان ببيع جوز. قديش كيلو الجوز؟ 5 دنانير. غالي كتير بتبيعه، انت مش عارف مين احنا؟ لا ابدا صغرى، انتو مين؟ انا رئيس البلدية وهذا السكرتير. لا 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 لا، طز في الجوز، خدوه براس ماله. يما شو يعني الرومانسية؟ ليش يا بنتي؟ اتصل جوزي وقال لي حضر حالك الليلة، بدي اياها ليلة رومانسية. رومانسية؟ والله ما ركت علي. الله يرحمه أبوك كان يقولها بعد مرات بس نسيت. طيب يما وشو أسوي؟ شفت أقول لك، أنا بقول اعملي له مفتول. الأستاذ بيسأل وين بزرع الزيتون؟ في البيتزا يا أستاذ. الأستاذ بيسأل طالب: هل يلد الثعلب أم يبيض؟ شفت أقول لك، والله يا أستاذ الثعلب مكار، اتوقع منه أي إشي يا أستاذ. شايفين يا أولاد؟